بدنا نحكي اليوم عن شيء أعشاب بتساعد لحتى أو أكل بيساعد، يعني غذاء بيساعد ليطلع مستوى الحديد بجسمنا، وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا أنه مستوى الحديد عندهم واطي. أول شيء كل الخضرة هي مهمة جدا جدا فيها حديد، وأهم شيء مثلا في الملوخية، في السبانغ، في الروكا، كل هذه فيها حديد. إسا في عشبة المورينكا مهمة جدا كذلك، الهامر فيها حديد. في كمان البذور، فينا ناكل يعني الحبوب كذلك الأمر غنية بالحديد. ويعني بعض الأحيان في هؤلاء الأشخاص اللي حتى لو أخذوا فيروس سلفيت فيلس فيوميريت من عن طريق الطبيب، يمكن هؤلاء بيكون عندهم صعوبة بامتصاص الحديد من الجهاز الهضمي على الكبد على الدم. وطبعا نحن كل اللي بنعتاز الشخص هو فقط 15 ميلي جرام من الحديد اللي بيدخل على جسمنا، يمكن بناخذ 200 ميلي جرام 3 مرات باليوم، بس فقط 15 ميلي جرام بتدخل على جسمنا. وفي أهم شيء الأعشاب اللي هي في يخذ الشخص وغنية كتير بالحديد هي الأورتيكا أورينس، الأورايس، يعني الأورايس اللي أخذناها فينا نأخذها كسلط، يعني مثلا أخذنا نحن الأورايس حوشناها اليوم بتعمل تحسس إلى آخره، إذا غسلناها حطناها بالبراد تاني يوم ما في مشكلة أبدا. فينا نأخذ الأورتيكا أورينس المادر تينكشا الصبغة الأم، في يخذ 21 نقطة مع أي سائل بحب يشربه 3 مرات باليوم، أو في ياخذ الأورتيكا أورينس الحبوب 3 مرات باليوم، 500 ميلي جرام 3 مرات باليوم. امتصاص الحديد من هذه العشبة هو سهل جدا جدا، ومحتواها من الحديد كذلك الأمر هو عالي جدا.